السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا الكرام، أهلا بكم. فيديو النهاردة مختلف عن الفيديوهات اللي قدمتها قبل كده، وهو فيديو علمي عن حشرة الأطفال الصغيرة لما بتلاقيها موجودة في الحدائق أو تحت خشبة مبلولة أو غيره، بيسألوا هي دي إيه وموجودة ليه وربنا خلقها ليه؟ طب هي ليها دور أصلا؟ طب ليها دور في الطبيعة؟ طب ليها دور في النظام البيئي اللي ربنا خلقه؟ أكيد أكيد ربنا لا يخلق شيئا عبثا، إنا كل شيء خلقناه بقدر، يبقى لازم لها لازمة، لها وجود، لها أصل، لازم يكون لها دور موجود. والحشرة دي هي اللي أنت شايفها دي، اسمها قمل الخشب أو الود لوز أو الود لايس. طيب هي حشرة؟ لا، الناس بتقول عليها إنها حشرة لكن هي في الأصل حيوان، هي نوع من الحيوانات طائفة القشريات، يبقى هي من القشريات، وهي القشريات الوحيدة التي تعيش على اليابسة، مش موجودة في المية، مش زي جراد البحر والسرطانات يعني، اللي هي من القشريات، وهي تعد من أبطأ الحيوانات اللي موجودة على الأرض. حجمها 30 ملي متر، حجمها صغير جدا، ودورة حياتها من سنتين، وفي بعض الأنواع منها من لأربع سنين، يعني بتاخد من سنتين في الغالب، وفي بعض الأنواع منها وفي بعض الأبحاث بتقول إنها بتوصل لأربع سنين. الجلد بتاعها عبارة عن صدفة أو قوقعة أو قشور، يعني حاجة كده مجزأة أو مقسمة سيجمنتد يعني. الغريب فيها إنها سبحان الله التجزيء اللي فيها ده بيساعدها إنها لما تحس بتهديد إنها تلف زي الكورة حوالين نفسها، تعمل شكل كورة كده. القشرات دي بتلاقيها غالبا في كل أنحاء العالم، في الغابات، خصوصا في الغابات وفي الأماكن الرطبة، لازم تروح لأماكن رطبة. موجود منها حوالي 3000 نوع، إن لم يكن في بعض الأبحاث بيقولوا إن هم بيوصلوا لحوالي 3500 نوع. هي من الكائنات العشبية التي تتغذى على النباتات الفاسدة اللي موجودة في أرضية الغابات، كذلك ممكن تتغذى على ثمار الفواكه وخصوصا ثمار الفراولة والشتلات اللي لسه طالعة بتاكل فيها برضه، ودي مشكلة من مشاكلها. مفترساتها الضفادع وام 44 وخصوصا العناكب بقى، العناكب ديت يعني ايه اكبر مفترس لقمل الخشب. الانثى بتبيض حوالي 24 بيضة في حاجة كده زي الكيس، بتبقى في جانب من جوانبها في حاجة بتسمى الحقيبة البطنية، وسبحان الله الصغار دي بتتولد من غير الساقين الاخيرتين وبتكتمل بعد كده. فترة تحضين البيض تقريبا يومين، ودورة حياتها زي ما قلت بحوالي سنتين وممكن توصل لأربع سنين. والصغار بقى اللي بتتولد دي سبحان الله بتفضل تحت رعاية الأم لحد ما تبقى مستقلة أو تقدر تعتمد على نفسها. بتسمى بقمل الخشب حمار قبان، حشرة القرص الطبي والرولي بولي وباني القوارب والنجار والحشرة المدرعة والحشرة الخنزيرة والحشرة الطائشة او الخنزير الطائر. ما بتنشرش اي امراض، ما بتسببش انتشار مرض، يعني وجودها ما بيش سبب في انتشار امراض وغيره، لكن هي كل مشكلتها انها ممكن تاكل الثمار في المزارع والشتلات الجديده. طيب اهم دور بتلعبه هو دورها في تقليب التربه وانتاج السماد ديكومبوزرز، محللات يعني، بحيث انها بتاكل الاشياء الفاسده وغيره. الكلام اللي خلاني اتكلم عنها اني شفت معلومه عنها غريبه سبحان الله، وهو بيقول لك انها ما تقتلوهاش. ليه ما تقتلوهاش لما تلاقوها ونوصي عيالنا ما يقتلوهاش؟ لانها بيقول لك سبحان الله بتلعب دور غريب جدا في انها بتخلص التربه والمياه الجوفيه من المعادن الثقيله اللي ضاره بجسم الانسان وممكن تسبب له سرطانات زي الكادميوم والرصاص والزئبق. وسبحان الله لو الكائنات دي ملهاش فايده غير انها تعمل الحاجه دي بس، فسبحان الله وجودها مهم جدا، وفعلا ربنا ما خلقش اي شيء عبث على وجه الارض، وسبحان الله العظيم كما قال الله تعالى ان كل شيء خلقناه بقدر. فيا جماعه وصوا اولادكم ان لما يشوفوها ما يقتلوهاش، لانها مش حيوانات ضاره ولا بتنشر وباء، ولو لقيتها بكثرة أقول لك ماشي، إنما طالما حشرة حشرتين ثلاثة موجودين أو حاجة في بيتك أو في مزرعتك أو غيره خلاص مفيش مشكلة، إنما لو انتشرت بانتشار كبير ورهيب يعني لا، يبقى دي هتفسد المكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.